تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين المواطنين الكرام إلى عدم السفر لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في الوقت الحالي، كما تدعو المواطنين المتواجدين في سريلانكا إلى مغادرتها فورا والابتعاد عن أماكن التجمعات حفاظا على سلامتهم نظرا للظروف الأمنية الراهنة، منوهة بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية. ولطلب المساعدة يرجى التواصل على الأرقام الظاهرة على الشاشة. Thank you.